الصرح وهذا الإنجاز. معاي ضيفي السيد راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصال. مساك الله بالخير، مبروكين على هذا الإنجاز. الله يمسيك بالخير والنور والعافية. طبعا أنا في البداية لن يفوتني أن أتقدم يعني بأحر التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله، وإلى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، وإلى سمو نائب الأمير الشيخ عبد الله بن حمد، وإلى عموم الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني. طبعا مثل ما انت شايف استاذي، اليوم يعني نحتفل ونقطف ثمرة الجهود العظيمة والمضنية لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع، هذا المشروع الذي يعني صراحة احنا نعتبره في وزارة المواصلات والاتصالات إضافة كبيرة وإضافة هامة إلى شبكات الطرق، وشبكات الطرق هي جزء من شبكات النقل البري. هذا المشروع اللي هو مشروع طريق الوسيل السريع، والذي يمتاز بأنه طريق ذو تدفق حر يربط مناطق شمال الدوحة، منطقة الأبراج والخليج الغربي، بالمناطق الشمالية لمدينة الدوحة مثل الحي الثقافي كتارة واللؤلؤة، وصولا إلى مدينة الوسيل، ومستقبلا بإذن الله تعالى يربط أو يكون الربط متكامل integration مع شبكات الطرق السريعة في الدولة مثل طريق الخور السريع وطريق الشمال. أستاذ الفاضل، أنتم كوزارة المواصلات كيف كان دوركم في هذا المشروع؟ طبعا وزارة المواصلات والاتصالات يعني استنادا إلى القانون أو القرارات الأميرية المنظمة للهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات، هي الجهة المخططة، هي الجهة التي تخطط وتربط شبكات الطرق. ووزارة المواصلات والاتصالات منذ نشأتها بقيادة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، تعهدت بتوفير منظومة نقل بري آمنة وتدعم الاقتصاد الوطني، وتحافظ أو تساهم في المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات. طبعا وزارة المواصلات والاتصالات يعني هي المشرع، ووزارة المواصلات توفر منظومة ربط نقل متكامل مثل الطرق، شبكات السكك الحديد، مسارات الدراجات الهوائية، أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة لهم النصيب الكبير في مشاريع الوزارة التي نراها جميعا. ونحن في النهاية وزارة المواصلات هي من يمتلك أصول الطرق، هذه الأصول هي في النهاية تمتلكها وزارة المواصلات والاتصالات، لذلك هي خططت بعناية وفقا للاستراتيجية التي رسمها سعادة الوزير بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن يعني نيابة عن الأخوة العاملين في قطاع النقل البري نهدي هذا الإنجاز إلى سيدي سمو الأمير الله يحفظه، وإلى عموم الشعب القطري الكريم، وإلى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات. شكرا لك سيد راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات.